المهندس فايد يسري، حضرتك والفريق بتاعك تم اختياره لتمثيل مصر في معرض كوليجن في لاس فيغاس في الولايات المتحدة. كنت عايز بس في الأول أعرف إيه هو معرض كوليجن وإيه أهمية هذا المعرض والاشتراك فيه؟ معرض كوليجن واحد من أكبر المعارض بتاعت تكنولوجيا المعلومات أو ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبيركز على الشركات الناشئه. احنا قدمنا التراك لايت اللي هو بيسمح لنا ان احنا ناخد بوث في المعرض ده، ومن وسط 3000 بعد عمليه فلتره الحمد لله تم اختيارنا من ضمن المجموعه اللي هي حوالي 60 او 70 عرض بيقدموا المعروضات بتاعتهم في او المنتجات بتاعتهم وافكارهم. ازاي تم اختياركم للمشاركه دي؟ كانت ايه البروسيس او كانت ايه الاجراءات اللي على اساسها تم اختيار شباب مصري لتمثيل مصر في معرض كوليجن في لاس فيغاس في الولايات المتحده؟ احنا شغالين على مشروع الحمد لله ماشي كويس من سنه 2011 اسمه زيبول، واحنا تقدمنا للجنه الاختيار بمشروع زيبول سواء الامكانيات الفنيه بتاعته او شرح الفكره او دراسه الجدوى الاقتصاديه بتاعته، وبعد عمليه فرطره وكلمونا كذا مره وطلبوا اسئله وخلافه تم اختيارنا من ضمن العارضين في المعرض ده. زيبول هو الجسر اللي هيربط ما بين وجودنا على الانترنت اللي هو بقى بيشغل حيز كبير جدا من حياتنا، لدرجه ان ممكن ناس اهلي قاعدين في اوضه واحده مش باصين لبعض اصلا. احنا هنمكنهم من خلال السيستم بتاعنا ان هم يتواصلوا يلاقوا ناس ليهم انترستس متماثله في الاماكن اللي احنا بنخرج فيها، لانه احنا كده كده بنخرج وكده كده بنقعد في اماكن عامه، بيهمنا ان احنا نقابل ناس ليهم نفس اهتماماتنا. زيول هيمكننا ان احنا نقابل بعض، هيمكننا ان احنا نلعب شويه حاجات مع بعض، هيمكننا ان احنا نطلب حاجات زي بعض، نشوف ايه احلى الحاجات اللي بتطلب في المكان، اكل شرب تذاكر سينما، لو عايز تشتري دقايق لتليفونك، لو عايز تشتري ميجا بايتس للانترنت بتاعك. هيبقى منصة خدمية متكاملة تقدر بيها توصل اي خدمة انت عايز توصلها للمستخدم العادي اللي بينزل عشان يقعد في الاماكن العامة. انتوا مسافرين امريكا وشريك حضرتك مهندس كمال، ايه اللي ممكن تكونوا محتاجينه لتمثيل مشرف اكتر لمصر في المعرض ده؟ يعني انتوا ممكن تكونوا محتاجين ايه المساعدات، ايه التسهيلات مثلا اللي ممكن تكونوا محتاجينها علشان تمثلوا مصر في هذا المعرض؟ احنا يعني بنستفيد في اوريدي دعم بتقدمه وزاره الاتصالات او هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، لان هم ودي حاجه جميله جدا بيشاركوا ب 60-70% من تكاليف سفر اي شركه مصريه لحضور اي معرض سواء كعارض او كمتلقي، بس بشرط انه يبقى يعني رايح يشتغل فعلا. واحنا تقدمنا للحصول على الدعم ده ونتمنى ان احنا نحصل عليه، ودي الحاجه المساعده الكبرى اللي بنستغلها في المعرض ده، وطبعا دعواتكم معانا ومساعدتكم لينا يعني ان شاء الله ان احنا نعمل شغل كويس في المعرض.